لم تنتظر الأغلبية الحاكمة إعلان النتائج النهائية للاحتفال بالفوز، فقد خرج الرئيس محمد العبد العزيز في حفل عشاء فاخر نظمه على شرف أنصاره وداعميه السياسيين للاحتفاء بما قالوا إنه انتصار كبير لصالح التعديلات الدستورية. واعتبروا أن النتائج الأولية تؤكد فوز التعديل الدستوري وأن ثقتهم في الشعب الموريتاني ستحسم الاستفتاء لصالحهم. أولا هذا الاستفتاء أو هذه مخرجات الحوار هي عبارة عن 57 نقطة وليست 4 نقاط، ولكن من أهمها أولا العدالة الاجتماعية التي ستتبلور من خلال المجالس الجهوية، ثانيا العلم، وهذا شيء حقيقي نحن يخصنا، شيء يرمز للمقاومة. المعارضة لم تتخلى في الأخرى عن إعلان النصر، فقد خرج قادة الأحزاب السياسية المعارضة للتعبير عن ما اعتبروه إفشالا للاستفتاء سببه عزوف المواطنين عن المشاركة في عملية التصويت، والتحقوا بأعضاء مجلس الشيوخ الذين أعلنوا تعليق اعتصامهم داخل مبنى المجلس. نتفهم عصبية النظام لأنه فشل اليوم نظرا للمقاطعة الشعبية الواسعة لهذا الاستفتاء، إذن في نهاية اليوم بالطبع أن أعصابه متوترة. أظهرت النتائج الأولية نسبة مشاركة عامة تقترب من 50%، كان نصيب العاصمة نواكشوط فيها متدنيا فيما ارتفعت النسبة في المدن الداخلية، ويخشى المراقبون من زيادة الاحتقان السياسي إذا رفضت المعارضة الاعتراف بنتيجة الاستفتاء. النتائج الأولية التي أعلن عنها لحد الساعة أظهرت أن العاصمة الموريتانية نواكشوط لا تزال معقلا للمعارضة الموريتانية مقارنة مع الداخل الذي أظهر ولاء مطلقا للقبائل والزعامات التقليدية في البلاد. التغيير الدستوري الذي يعد خلال حوار بين السلطة والمعارضة يقضي بإنشاء مجالس جهوية بدلا من مجلس الشيوخ وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى وتغيير العلم الوطني. يبدو أن توقعات المراقبين لم تكن بعيدة من الواقع. العاصمة نواكشوط شهدت أقل نسبة للمشاركة، فيما شهدت مدن الداخل مشاركة أكبر، وهو ما يعكس الخريطة السياسية للبلاد. محمد فضل الحرة، نواكشوط.